بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الإسلام، والتي نتناول فيها في هذه الحلقة والحلقة السابقة الإمام مالك بن أنس، ونذكر طرفا من سيرته. عايزين يعني ناخد بالنا من شيء مهم جدا، وهو أن الإمام مالك الوقت لا يتسع لذكر كل ما مناقبه وكل أخباره الطيبة ومحاسن سيرته، لأن الإمام مالك صنفت في سيرته مصنفات، وكتب في مناقبه مصنفات أيضا، وكتب في فقهه وعلمه العشرات من الكتب. احنا بس بنحاول ناخد فكرة كده ونركز على بعض الأمور الإيجابية اللي احنا محتاجينها في حياتنا، ونحاول نوضح للناس ونستنبط منها معاني فعلا تفيدنا في حياتنا المعاصرة. قلنا في اللقاء السابق ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، اختلفوا مين يا ترى هو عالم المدينة. لكن لما بلغ الإمام مالك ما بلغ في العلم والمعرفة والمكانة، جزموا جميعا أن المراد بهذا الإمام الجليل، أو أن المراد بهذا الحديث هو الإمام الجليل مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. كان في عصر الإمام مالك رجل صالح من الزهاد، وكان عنده شيء من العلم، اسمه الإمام أو الشيخ أو السيد عبد الله العمري العابد، وكان راجل عابد معروف بالعبادة وبالزهد وبالورع. والإمام الحافظ ابن عبد البر بيقول فعلا كان عبد الله العابد هذا سيدا، وكان شريفا، وكان فاضلا، وكان دينا، وكان زاهدا، ولكن أين هو من مالك بن أنس؟ يعني مالك بن أنس كان أعلى منه رتبة. فوجئنا بأن عبد الله العابد بعت رسالة للإمام مالك بيعاتبه فيها، وبيقول له كلام عجيب. بيقول له أنت شاغل نفسك بالناس ليه؟ وشاغل نفسك بمسائل فقهية ودروس وتعليم، يعني إمتى بقى هتبدأ تتفرغ لنفسك وتقعد كده وتختلي وتتعبد؟ سبحان الله. طيب من الناس محتاجانا، هو كل واحد لازم يعمل زيك انت يا عبد الله يا عابد، ويختلي بنفسه ويتعبد ويترك الناس وتعليم الناس وتوجيه الناس؟ تعالوا نشوف الامام الذهبي بيذكر لنا هذه القصة بيقول ايه. بيقول ان عبد الله العمري العابد كتب الى مالك يحضه على الانفراد والعمل، يعني يختلي بنفسه ويتعبد ويسيبه بقى من الدروس والمجالس والاشتغال بالناس. فكتب إليه مالك وقال، شوف بقى جواب الإمام مالك في الحقيقة جواب في منتهى الروعة. كتب له الإمام مالك رسالة وقال له فيها إيه؟ إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح عليه في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. طبعا وهذا كلام واقع، وشفنا سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيصوم قليل جدا، يروى عنه أنه كان قليل الصيام، كان بس يصوم رمضان وقليل الصيام سوى رمضان. فلما سألوه أنت ليه قليل الصيام سوى رمضان، قال لهم قراءة القرآن أحب إلي، يعني ربنا أنا فتح لي في باب قراءة القرآن. في واحد تاني ربنا فتح له ان هو بيصوم كتير، في واحد تاني ربنا فتح له في الصلاة وفي العبادة وفي قيام الليل. يقول الإمام مالك فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، يعني لا أعتقد أن ما أنا فيه من تعليم الناس وتفقيه الناس والدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس وبيان دين الله للناس مش أقل من اللي انت فيه من الزهد ومن العبادة. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى قسم له رزقه من العمل كما قسم له رزقه من القوت،
وأرجو، يقول الإمام مالك له أيضا، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. يا سلام، الرسالة دي فعلا بتعرفنا أن كل إنسان عين له شغل لا بد أن يلزمه. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وضعك فين؟ ربنا سبحانه وتعالى اختار لك إيه؟ أنت راجل مشغول بطلب العلم، خليك في طلب العلم، مفتوح عليك فيه، خليك في هذا الباب. أنت راجل مشغول بالعمل، بالتعمير الأرض، بالبناء، خليك في عملك. ما ينفعش نبقى كلنا قراء، ما ينفعش نبقى كلنا علماء في الدين. المجتمع محتاج برضو علماء في جوانب أخرى، محتاجين أطباء، مهندسين، صيادلة، محتاجين عمال، محتاجين صناعية، محتاجين ناس تعمر هذه الأرض بكل أنواع العمارة. أما إن كل الناس تتجه لاتجاه واحد بس، ما ينفعش، وما ينفعش حد يلوم على التاني. كل واحد في المحراب اللي ربنا اختاره له، كل واحد في الباب اللي ربنا فتحه له، كل إنسان بيخدم دينه فيما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. علشان كده سيدنا ابن عطاء الله السكندري بيقول: ما ينفعش إذا كنت أنت راجل ربنا جردك للعبادة والعلم إنك تطلع من التجريد ده وتشتغل بحاجة تانية. وإذا كنت أنت راجل أصحاب من أصحاب الأعمال والأشغال، ما ينفعش تجرد نفسك من كل ده وتقول: لا أنا هقعد في خلوة أتعبد، ولا أنا بس كده خليني في العبادة والزهد، وأسيب الأعمال وأسيب الأشغال وأسيب بيتي وأسيب حالي وأسيب أي شيء أنا بعمل فيه عشان أشتغل بالعبادة والزهد. يا أخي تعبد وانت في عملك، عملك ده هو لابد تقوم به. لو قصدت به وجه الله وتكف نفسك عن سؤال الناس، فانت في طاعة وفي خير وفي عبادة. احنا محتاجين ندرس الرسالة دي اللي بعتها سيدنا الامام مالك لعبد الله العابد، اللي بيقول له فيها كل واحد ربنا اسم له عمله زي ما اسم له رزقه، وكل واحد لابد يرضى بالعمل اللي ربنا اقامه فيه ويخدم دينه من خلال هذا العمل. في الحقيقة الكلام ذو شجون، ولكن اسمحوا لي بفاصل ونواصل بعده إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد مع سيرة الإمام الجليل مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. في الحقيقة جوانب الكمال والمحاسن في شخصية الإمام مالك جوانب متعددة. من ضمن الجوانب الجميلة التي لاحظتها أثناء القراءة في سيرة الإمام مالك رحمه الله، إن سيدنا الإمام مالك ما كانش أبدا يحب الجدال في الدين. يعني ما كانش يحب يقعد مع الجماعة أصحاب الأهواء اللي يحبوا يعملوا مناظرات ويقول لك تغلبني واغلبك. والطريقة دي ما كانش يحبها الإمام مالك أبدا. كان يحب العالم يكون له سمت طيب، ويكون كلامه نافع ومفيد، ويجمع الناس على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما كانش يحب يثير النزاعات ويثير الجدال. ومعروف ان مولانا صلى الله عليه وسلم كان يقول: انا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. يعني مولانا صلى الله عليه وآله بيقول: أنا كفيل للإنسان اللي يترك الجدل إنه يكون له بيت في أعلى الجنة في الآخرة، بس يترك الجدال، ما يجادلش. لأن الجدال بيؤدي إلى إيه؟ الجدال بيؤدي إلى الخصومة، والخصومة تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى العداوة، والعداوة تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى القتال أو الاقتتال. يعني أساس كل سوء وأساس كل شر الجدل والدخول في مجادلة لا معنى لها. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن احنا نجادل أهل الكتاب، أو لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني لما يكون فيه جدال، ربنا نهانا عن جدال أهلك: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني لابد الجدال يكون بالتي هي أحسن. إذا كان الجدل أو الجدال فيه إفادة وفيه رغبة في الوصول للحق، فلابد يكون بالتي هي أحسن.
أما مسألة الظهور، ظهور النفس حتى لو بالباطل، الإسلام يرفض هذا. وكان سيدنا الإمام أبو حنيفة في وقته وفي زمنه ظهر الجماعة اللي اسمهم الظهرية، اللي هم الزنادقة اللي هم لا يؤمنون بوجود إله أصلا. فكان بعضهم يجي يحب يناظر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فكان أبو حنيفة يناظره حتى يقنعه بالتي هي أحسن. ابن الإمام أبو حنيفة اسمه حماد، حماد ابن أبي حنيفة كان بيقول لوالده أبو حنيفة: اسمح لي يا والدي إن أنا هجلس مع فلان ده وناظره وأجادله. فكان أبوه الإمام أبو حنيفة يرفض، فيقول له: ترفض ليه؟ أنت والدي وشفتك بتجادل وتناظر. قال له: يا ولدي، كنا نجادل الناس ونتمنى أن يصلحهم الله ويوقفهم على الحق، وأنتم تجادلون الناس ويتمنى الواحد منكم أن يذل خصمه حتى ينتصر عليه. يعني أنتم عندكم رغبة في الانتصار والظفر على خصمك بأي طريقة، حتى ولو توقعوا في خطأ لفظي ولا في كلمة لا يقصدها، المهم أن أنت تنتصر عليه. فكان سيدنا الإمام مالك لا يحب أن يفتح باب الجدال، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. يعني كان يجيله الراجل من أهل الأهواء عايز يناظره ويجادله، فكان الإمام مالك بيقول له: لو سمحت أسكت، أنا رجل على بينة من ديني، مش محتاج أن أنت تناظرني أو أن أنت تحاول تجادلني، اذهب إلى من يشك مثلك في دينه فخاصمه كما تشاء. وبيحكولنا كمان برضو حوار حصل بين الإمام مالك وبين بعض أولئك الذين طلبوا أن يجادلوه. انصرف مالك يوما فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية متهم بالإرجاء، يعني من أصحاب الأهواء الذين يقولون بالإرجاء، وتكلمنا عن الإرجاء في حلقة سيدنا الإمام أبي حنيفة. فقال: اسمع مني. قال: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. يعني الإمام مالك بيقول له: يا أخي ما فيش داعي للكلام ده كله، ولا داعي لهذا الجدال. الرجل بيقول له: لا، أنا عايز الحق وأنا عايز أجادلك بالحق، فإذا كان فيه خير اتبعني، وإذا كان أنت تقول الحق والخير أنا أتبعك. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني قال اتبعني، قال فإن غلبتك قال أتبعك. قال الإمام مالك: فلو جاء رجل ثالث فغلبني وغلبك؟ قال: اتبعناه أنا وأنت. فقال له مالك: يا رجل، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بدين واحد وأراك تتنقل. ما ينفعش إن أنت أنا أغلبك تتبعني، أنت تغلبني أتبعك، يجي ثالث يغلبنا احنا الاثنين نتبعه. الكلام ده ما ينفعش. كن على بينة من دينك واترك الشك، ولا داعي لهذا الجدال الذي لا يفضي إلى شيء. أكتفي معكم بهذه الكلمات في هذا الباب، واسمحوا لي بفاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم من جديد مع سيدنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه. احنا عرفنا ان الامام مالك طبعا ولد بالمدينة ونشأ بها، وكان الامام مالك تعلق كبير بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا انتم عارفين ان في مسألة فقهية فرعية حصل فيها نقاش عند العلماء. المسألة دي هي ايه؟ ايهما افضل، مكة افضل ام المدينة؟ طبعا كل واحد بيقول حسب ما هو يعني يشعر تجاه مكة، وحسب ما يشعر تجاه المدينة،
فيه واحد يرى ان هو بيرتاح في مكة، في واحد يروح الحج او العمرة يقول لك انا برتاح اكتر في المدينة. لكن بالنسبة للفقهاء، الفقهاء اتكلموا طبعا من وجهة نظر علمية ومن خلال الاحاديث والاثار الواردة في فضل البلدتين الجليلتين. لا شك ان جمهور العلماء قالوا ان مكة افضل. انفرد الامام مالك من بين الجمهور بقوله إن المدينة أفضل بقعة أرض في هذه الدنيا، حتى أفضل من مكة المكرمة. فكان يقال له يا إمام إن مكة فيها الكعبة المشرفة، فيقول والمدينة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام مالك له عشق وله غرام بالمدينة عجيب. يقال ان الخليفة المهدي بعث الى الامام مالك بمال ورسالة يقول له فيها اننا نحب ان تأتي الينا في مدينة السلام، مدينة السلام اللي هي بغداد. فقال له خذ هذا المال وتعالى عندنا في بغداد، احنا محتاجينك تعلم الناس تدرس. فقال الامام مالك رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله، يعني خذوا هذا المال لا أريد مال منكم وأنا لن أفارق المدينة. وجاء أيضا أنه أرسل إليه مرة ثانية فقال له يا خليفة المسلمين إن العلم يؤتى إليه، أو إن العلم يؤتى أهله، يعني أنت لو عايزني تعال أهلا بيك في المدينة، أما أنا ما أتركش المدينة أبدا. لدرجة أن الإمام مالك سبحان الله بيحكي لنا الإمام الشافعي قصة عجيبة. كان الإمام الشافعي في يوم من الأيام عند الإمام مالك، فوجد أمام البيت عبارة عن عدد من الخيل، عدد من الخيل والأفراس الجميلة اللي الإنسان يحب يركبها، لكن الإمام مالك ما كانش بيركبها. فالشافعي بيقول له يا مولانا يعني هذه الخيول الجميلة الأصيلة لماذا لا تركبها؟ فقال له إن شئت يا شافعي أن تركب فاركب أنت. قال لكن أنت لماذا لا تركب؟ فقال له الإمام مالك يا شافعي أنا أستحيي أن أطأ بحافر دابتي موضعا وطئته قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا الإمام مالك ما كانش يركب دابته في أرض المدينة تعظيما للمدينة التي مشى عليها وطأها بقدمه صلى الله عليه وآله وسلم. هيام الإمام مالك بالمدينة معروف، لدرجة أن الإمام مالك ما ارتحلش. عندك الشافعي ارتحل، وعندك الإمام أبو حنيفة ارتحل، عندك علماء كثر ارتحلوا في طلب العلم، الإمام مالك ما خرجش برا المدينة أبدا. ليه؟ يخشى أن يأتيه أجله خارج المدينة فلا يدفن في بقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي حبه للمدينة وتعلقه بها سبحان الله. حتى احنا شفنا بعض مشايخنا يعني ممن اقتدوا بالإمام مالك وسكنوا المدينة ولم يخرجوا منها، يدعون إلى أي مجال يرفض، لا يخرج من المدينة أبدا تمسكا بها وبمحبتها. طبعا الإمام مالك المدينة كان يأتيها الناس من كل الأصقاع، فتعلم من علماء المدينة ومن العلماء الذين قدموا إلى المدينة من غير أن يحتاج أن يخرج منها إلى مكان آخر. فالإمام مالك عرف بتفضيله المدينة على أي بقعة أخرى ومحبته لها وتمسكه بها والتزامه المكس فيها وعدم الخروج منها أبدا. هذا كله لتعلقه بالموضع الذي عاش فيه صلى الله عليه وعلى آله مدة طويلة، وانتقل فيه إلى جوار الله وفيها قبره الشريف. وكما يقول الشاعر لطيبة ميثاق علي قديم، طيبة اللي هي المدينة، طيبة الطيبة، لطيبة ميثاق علي قديم إذا ذكرت يوما لدي أهيم، وما ذاك إلا أن فيها محمدا نبي الهدى
روح الوجود مقيم هو الشمس، إلا أن في الكون نوره يدوم، ونور الشمس ليس يدوم، هو البحر عم الكائنات بفضله، بساحله كل الكرام تعوم. صلي يا ربي عليه وعلى آله وأصحابه، وأكتفي معكم اليوم بهذا القدر، ونتم لقاءنا مع الإمام مالك إن شاء الله في حلقة قديمة قريبة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.